جاو هنا بقاو يتفرجوا ومشاو بحال الا ميتين على الحشرات ماشي بشر ما داينهاش في ولاد جراده ومخليينهم يموتوا. ذاك النهار جينا نقطعوا البطون من هنا جربوا علينا القروده، لو كان كان البطون ما غاديش يموتوا هاد الولاد، واخا حنا الماء غادي يشدوا في البطون ويطلعوا. لا ها راه من البارح من السبعه تاع الصباح 27 حتى لديك شحال الساعه وانا مردوم تما، لا ماكله لا شراب وما كانش الدوله اللي جاتنا هنايا. ملي هضروا مع العامل قال لهم اودي هذوك محسوبين على العوينات، قال لك القائد ديال العوينات هو اللي كوماندي فينا هنا، ما يجيناش هو هنا العوينات لمنها واش العامل ولا لينا حنا هنايا. لا اله الا محمد رسول الله، الحاله اللي كتشوفوا فينا فيها حنا ولادنا دائما هكا. ما عاونوناش بكورده، ما عاونوناش بكورده، ما عطاوهالناش. راه بيتين خلا هنا بيتين مشوتين هما وبنسوان ويتباكاو. لا اله الا محمد رسول الله. وقتي كان عيشوا في هذه البلاد الشباب، شوفي الشباب فين كيجيو يخدموا على رزق نتاع الخبز، وكان كانت دايره الدوله دايره لنا شركات ولا معامل فين غادي يخدموا الشباب. شوفي تبارك الله سبحانه نتاع الشباب كاين اللي شؤوا غير السندريات، دايرين شركات تخدم غير برا، والشركات كيجيبوا كاين شركات هنا كيدخلوا كيجيبوا العمال من كازا من الرباط من اسفي من كسميتو، ولاد البلاد ما خدامينش، ولاد البلاد كاملين بيطاليين، قليل اللي كيجي يخدم شدك نتاع الخبز يخدم، كاين اللي كيخدم على موباه وثلاثه خوت واربعه خوت.